بنتابع مع بعض يا جماعة سمكة القرش اللي هي صغير. تمام؟ تعالى يا أستاذ غريب. تمام يا باشا. الناس بتخاف تاكله ويقول لك متوحش ومش متوحش. لا بس وريني سنانه. تمام. افتح لي بقه خالص. لو عايز تشوفه متنضف برضه أوريهولك متنضف. اه بصوا يا جماعة يا جماعة ده بالذمة ده نظام سمكة متوحشة أو بتاكل أو يعني مفترسة. هذا أهو. ده سمك قرش نوع ده يا جماعة سنانه هورالكو زي السمك زي سنان السمك العادي. ودي لحمها يا جماعة. وادي لحمها يا جماعة. أدوه. بصوا يا جماعة أحمى أبيض. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله ده جميل جدا في الطاجن وفي القلية وفي الشوربة وللأطفال بالذات يا حاجة غريبة كده. كله لحم صافي كده. تمام. تمام. ده بياكل سمك صغير ولا بياكل سمك صغير مش كده؟ ده عشان صغير. عشان صغير ده. بصوا يا جماعه افتح لي السنان تاني يا استاذ غريب. بصوا يا جماعه في فين النياب؟ اصل بيقول لك فيها انياب. لا في انياب سنان. والله في سمك تاني في سنان اقوى من كده وهجيب لكم سمكه دلوقتي واوريكم سنانها. والاثبات على الطبيعه يا جماعه دي سمكه دراك. تمام؟ سمكه دراك. هات لي القرش جنبها وريني السنان بتاعت القرش. لا افتح افتح لي منها. بصوا يا جماعه عامله ازاي السنان؟ عباره عن دبابيس زي الدبابيس اهي. وبرده ادي الدراك يمكن دبابيس اكبر وسنان اكبر يا جماعه. يعني دي بقى المتوحشه ولا دي المتوحشه؟ الدراك انتوا عارفين لحمه وسمكه بتتاكل. بتجيلي تعليقات كتيره بتقول لي بلاش القرش عشان مفترس. افتح يا غريب. تمام. بصوا يا جماعه مفيش انياب والسنان السنان اهي على الطبيعه زي الدبابيس. لو بصينا لسمكه الدراك هنلاقيها نفس سنان واكبر. تمام. اذا فكره ان دي مفترسه. لا السمك الثاني الكبير المتوحش ابو ناب ابو مفترس. تمام. الكبير خالص اللي يوزن فوق ال 5 والثمانيات والكلام ده. تمام. تمام. شكرا يا غريب. ودي دي وتعالى وريني الشبين. نبض يا جماعه بنتابع سمكه قرش وطريقه تنظيفها. تمام. توكل على الله. القرش ده بتاع البول مزينين عليك من مصر والله مصر. الله ينور عليه. ربنا يطعمهم يا رب. احمد يا ريس مهندس تعال اقول لك. بس عايز ايه؟ مش انت يا ابني؟ الحاج احمد اهو. السلام عليكم. حبيبنا يا حاج. الله يبارك فيك. عامل ايه صحتك؟ عامل ايه؟ يقول لي سعادتك سالت عليا. ربنا يبارك فيك. سلم عليك. اسلم عليك. اسم حضرتك؟ احمد سعيد. احمد سعيد. لوحدك ولا معاك حد؟ لا السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ شرفتوني. انت شرفتوني والله. من القاهره ولا منين؟ من القاهره. شرفتوني يا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا حاج. شرفتني. بيقول لي سال عليك فانا قلت لا لازم اتعرف عليك. عليك لازم لما نيجي نسلم عليك طبعا. والقناه كويسه ان شاء الله؟ طبعا ده احلى سمك. ده اللي ما بياكلش سمك من هنا ما يعرفش حاجه عن السمك. والقناه بتدي المعلومه؟ ايوه طبعا. طب الحمد لله. نتابع بقى. يا عم صاحبك التاني اللي سال على جوارك. دي قرش صغير يا عم احمد. يا عم احمد؟ نعم. دي قرش صغير. قرش صغير اه. بيبقى مسكر واطعم من القرش الكبير. والله هو كل لحم واحد يا عم احمد والطعم واحد. بس دي لسه ولده صغيره يعني مش قصدي؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. نورت السويس يا حبيبي. الله يخليك. سلام عليكم. بس اول مره نشوفك بقى. شرفتني والله. شرفتني.
مع محمد. هتقطع جزل بقى؟ اه جزل على محمد. وري الناس بقى لحمها. الله ينور الله ينور. الله اكبر. بألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا يا رب. حاجة يعني بالصحة والعافية يا رب. الله اكبر.